بسم الله محمد فؤاد، البنت صاحبة الجمال الطبيعي الخام، البنت اللي والدها غنى لها أغنية مخصوص واشترط اللي عاوز يتجوزها هياخد بالقلم على وشه، ولما شافها الصحفيين خمس في وشهم وخايف عليها من الحسد. ازاي بسمله شغلت الجمهور بجمالها وحكايه والدها اللي مخبيها عن الكل، ليه اصلا بعيده كل البعد عن السوشيال ميديا؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في الوسط الفني في بنات كتير حلوه، بس احلاهم هي البنت دي، بسمله بنت الفنان محمد فؤاد. ده اللي قاله الجمهور عنها، رغم ان الاغلبيه ما شافهاش غير مره او اتنين بالكتير وفي مناسبات كبيره للعائله، من بعد اخر ظهور لبسمله في فرح شقيقها، وكتير من الجمهور مشغول بيها وبجمالها الطبيعي. بسمله كانت لابسه فستان احمر، لفتت نظر الجمهور كله بجمالها وقد ايه هي النسخه طبق الاصل من والدتها. بسمله من حلاوتها وجمالها الطبيعي ده والدها بيخاف عليها، لدرجه ان في اللي قال انه بيخبي وشها في المناسبات ده علشان ما تظهرش للجمهور بشكل كبير. ده وصل لامر ان في اقاويل انه مش عايزه تتجوز، عاوزه تقعد جنبه طول العمر من كتر حبه ليها، بس هي ان شافت عريس مناسب ليها فهو هيوافق، بس في شروط. اهم الشروط دي ان العريس اللي هيجي لازم في الاول ياخد بالقلم على وشه. واللي بيسال فيكم ليه يعمل كده، هو مفيش رد غير انه بيحب بسمله جدا، وده جزء من غيره الاب الشديده على بنته الجميله. ومش بس بنته بسمله اللي بيغير عليها، محمد فؤاد بيغير على كل زوجته بسمله وبنته الصغيره آلاء. دايما كان بيحاول يحافظ على خصوصيتهم جدا، حتى في اللقاءات الاعلاميه الكتيره اللي حضرها محمد فؤاد طول حياته ما كانش بياخد بسمله معاه، كان بيكتفي بس بذكر تفاصيل صغيره عنهم. بسمله من مواليد سنه 2000 تقريبا، بيقال انها الاكثر شبها بوالدتها، فيها تقريبا كل مواصفات وملامح والدتها. بخصوص والدتها بقى فدي يتقال فيها حكايات، بدايه من تعرفها على الفنان محمد فؤاد، هي اسمها مروه حنفي. بيقال انهم اتعرفوا على بعض سنه 1993، وقتها شافها الفنان محمد فؤاد في مناسبه، ومن اول نظره قرر انه يتجوزها، زي ما تقولوا كده حب من اول نظره. فعلا تم الجواز وعاشوا سعداء. حافظت هي على حياته الخاصه وهو حب واحترم رغبتها الشديده في البعد عن الشهره والاضواء، زي ما تقولوا كده حياتهم مقفوله عليهم وعلى اهلهم واصحابهم، دايره فيها خصوصيه شديده، مفيش غير عبد الرحمن ابنهم بس اللي خرج لدائره الشهره دي وكان ليه مشاهد مع والده. عبد الرحمن هو الابن الوحيد للفنان محمد فؤاد، ظهر معاه قبل كده في اعمال فنيه معاه. ظهر في فيلم غاوي حب سنة 2005 ومسلسل أغلى من حياتي في 2010، ومن بعدها بقت بعد تماما عن الأضواء لحد فرحه من كام يوم. الفرح سلط الضوء عليهم بشكل كبير، وحتى البنات اللي كانوا مختفيين جدا من السوشيال ميديا ظهروا، وكان ظهورهم لافت جدا. فرح ابن محمد فؤاد الكل اتكلم عنه، فرح كبير حضر فيه كل نجوم الفن في مصر، أغلب النجوم راحوا مخصوص علشان يجاملوا محمد فؤاد ويشاركوه في فرحته.